السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير اليوم الخميس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 16 ديسمبر 2021. اليوم عندنا فلوق محطة على طريق أبو حدرية. يعني راح أصور لكم المحطة وراح أوصف لكم وين مكانها. المحطة اللي جاي من الكويت واللي جاي من النعيرية واللي جاي من حفر الباطن يمر على نقطة التفتيش. إذا وصلنا على نقطة التفتيش إن شاء الله راح أكمل وصف المحطة وين موقعها وإيش عندنا في المحطة. بعد أذان العشاء من الرياض وآيات المباركة وصلنا إلى نقطة تفتيش أبو حدرية. هذه النقطة اللي يلتقي عندها جميع المسافرون القادمون من الكويت وحفر الباطن والنعيرية. وعدينا نقطة التفتيش الآن. هذه محطة البنزين محطة ساسكو. نروح ندخل نتعشى فيها إن شاء الله. فيها أكثر من مطعم. طبعا ماكدونالدز من أكثر المطاعم، أكثر مطعم تقريبا نمر عليه في هذه المحطة إذا بغينا ناخذ سندويش، لأن الخدمة عندهم سريعة وإمكان أخذ الأكل سفري يعني بالطريق الواحد يأكله. طبعا هنا محطة تعبئة الوقود، سوبر ماركت نخلة، بوفية قمر الزمان، تسجيلات الوجبات السريعة، ومطعم ماكدونالدز، وفي المطعم هناك هذاك المطعم المقصود، هذا تم مطعم ماكدونالدز، وهذا المطعم المقصود. ما أدري وفاتح بعد كورونا، أنا كنت أجي أول والله، لكن صارت أزمة كورونا ما جيت. السكله فاتح مطعم زين البخاري، يعني عندهم صالونة بالدجاج، خبز تنور ممتاز. ندخل ونشوف الحين. هذا مطعم زين البخاري، فرع مطاعم ريم عبد الله العصيمي. والله انا ما اعرف غير الفرع هذا صراحة. بسم الله. كله باكستان. هذا صالونة الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خبز ما شاء حارب ولا تبغي شوي. بسم الله. أيوة.
قلت له زدني شوي مرق، خلص المرق.